أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على وفد الجن المؤمن، فما واجبنا نحن تجاه إخواننا من الجن المؤمن؟ لأنه يوجد من يقول حين الدروس في الحلقات: افسحوا لإخوانكم من الجن. الجن مكلفون ومخاطبون باتباع الرسل، ولا سيما خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عالم لا نراهم من عالم الغيب الذين لا نراهم، فنؤمن بهم بوجودهم، ونؤمن بأن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم الفساق ومنهم الصالحون. أما أننا نفسح لهم، هم حاجة إلى أن نفسح لهم، ولا أمرنا بأننا نفسح لهم، فهم إذا جاءوا يجدون أمكنة تليق بهم. وقوله يفسحوا لهم هذا من التزيد ومن القول بغير علم. نعم.